اهلا بيكم معانا في قناه اكله ترندي. النهارده هنجهز عشان نشوي. ايوه هنشوي، الجو حلو والشوي فيه بيبقى متعه. انا هجهز الحاجات قبلها بيوم. هنحتاج فرختين كاملتين، هنا انا مستخدمه كل فرخه كيلو، كيلو ريبس او لحم الضلوع، هنا بتاع الغنم او الخروف، كيلو لحم مفروم غنم، كوباية زيت زيتون، كوباية زبادي، كوباية بصل مفروم، معلقتين كركم، نص كوباية بهارات تندوري، ربع كوباية ثوم مفروم، نص كوباية كزبرة خضراء متقطعة، ليمونة، ملح وفلفل، يلا بينا نبدأ نتبل. أول حاجة أنا مستخدمة أكياس بلاستيك، هنتبل فيها الكفتة واللحمة. أول حاجة هنحط اللحمة المفرومة، واللحمة التانية في كيس، كل واحدة في كيس لوحدها. هنحط معلقة فلفل على كل كيس، معلقتين ملح على الكفتة، ومعلقتين ملح على اللحمة. وهناخد البصل المفروم، هنعصر المية بتاعته على اللحمة، وناخد البصل نفسه نحطه على الكفتة عشان الكفتة ما تفكش. وبعدين هنبدأ نقلب، هنقلب الكفتة مع الكزبرة الخضراء. كده هي جاهزة، هنقفل الكيس ونحطه على جنب. هنقلب اللحمة عشان التتبيلة تدخل فيها كلها، طبعا لو اتعملت قبلها بيوم بيبقى احسن، لكن لو مفيش وقت مش مشكلة. هنقفل الكيس ونحطه على الجنب. وهنبدأ نجهز الفراخ، كل واحدة في كيس عشان كل واحدة لها تتبيلة مختلفة. أول واحدة هنحط عليها الثوم المفروم، نص كوباية الزبادي، ومعلقتين كركم، ونعصر عليها ليمونة،
تاني واحدة هنحط عليها بهارات التندوري ونص كوباية الزبادي الباقية ونص كوباية زيت زيتون، وهنحط على أول واحدة نص كوباية زيت الزيتون الباقي، وبعدين هنحط الملح والفلفل، كل فرخة واخدة معلقتين ملح، معلقة فلفل، أنا هنا مستخدمة فراخ كيلو. وكده التتبيلة جاهزة، هنقلبها كويس ونقفل الكيس. أول واحدة جاهزة، هنعمل التانية. التانية كمان جاهزة. يلا بينا نروح الجنينة عشان نشوي في الجو الحلو. هنجهز الشواية، نحط الفحم وعلى المولع ونبدأ. لازم الفحم يكون ولع كويس عشان الحاجات تخلص بسرعة، والكفتة الفحم يكون هادي شوية. هنبدأ نجهز أول حاجة اللي هنشويها، احنا مجهزينها من قبلها بيوم. هنحط الشواية ونحط فيها الفراخ ونسيبها تستوي على النار براحتها. هنرص اللحمة جنب الفراخ على الشواية. هنقلب الفراخ ونقلب الفحم الفراخ ونقلب اللحمة، واسيبكم تستمتعوا بالشوي الجميل. كده جهزت الفراخ، هنطلعها. واللحمة كمان جاهزة، هنطلعها. Thank you.
مجهزة فلفل ألوان عشان أشويه مع الذرة. والفحم بدأ يهدى، هنبدأ نحط الكفتة. أنا بعملها في أسياخ خشب، زي ما انتوا شايفين مش بتفك ولا حاجة. والذرة بدأ يستوي خلاص، اتحمر شكله جميل، والخضار كمان اتحمر. هنبدأ نقلب الكفتة واحدة واحدة لما تكون مظبوطة مش بتفك ولا أي حاجة. أنا حطيت هنا الفراخ جنبي عشان تسخن شوية عشان كله يطلع مع بعض سخن. هنطلع الكفتة والفراخ تاني عشان أنا بحب الأكل يكون سخن أوي. والدورة جاهز، الأكل كله جاهز. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.